دروس رحمت وراح حال سنة مع الدعاء وراح يسير فيه فليتفضل مشكورا. بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الصحة والعافية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إلهي بام هذا إسكال سبحانه وتعالى إله توفيق الله نوافتيو خير كالله نقوها منيو دنبي قنق الله دافو دنبي وارد كين الله دافو عرورت الله نوحفيو انت جرن عذر كالله كقاضو انت عافماتك قبت عافمات الله وكرديو عافماتك إيمانك يا إسلامك يا دينك إله نقوى رسوله سبحانه وتعالى انت الدبديد وحدوكته إلهي سبحانه وتعالى ومدان إسلامك إنه فضلي ومدها أو كفضلي فضلك إلهي أوسيي أو فضل أودك ما أوسان شرنين إن إتهاي قرآن كان أوسو دتيي كتاب كان إلهي إلا إلهي سبحانه وتعالى أونك أي أبورتان كفضلك أي نعمة بن آدم كلا أبورئ كهر مريي إلهي سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إنسان كأبورتان كيسين لهر مريي لكن قرآن كوحى لهر مريي إنسان كلا يكون إنسانا إلا إذا كان معه هذا القرآن إنسان كو إنسان من نقون أيوه من التوس أيوه فإذا يلن ما أيوه شرف يا كرامة يلن ما أيوه هذو كم مرة هذو كتاب كان إلهي سبحانه وتعالى إنسان كألا كرامي أو شرفي وإلهي إنسان كأو سودتي قرآن كان إير راعي وإلا وحن نقول يا ومن يهن الله فما له من مكرم إلهي سبحانه وتعالى نعمة أسوين أو نسيي قرآن كان نبي محمد نقول سودي بي قلبي سلو سودتي عليه الصلاة والسلام كتاب كان مركب وكتاب كإنسان كبدبادي أدوك قد عربو كشري حضارته ويدين سنايين مركي قرآن كان الله سودتي سبحانه وتعالى أي أدون يا أخربا إنسانك وندها كلا قاضي وكتاب إلهي سبحانه وتعالى إنه كدا ويوه بشر كأو تلقلي وننزل من القرآن ما هو شفاء وكتاب إلهي داواء تلقلي خيرك إنه داويه قلبك إنه داويه بقاله إنه داويه دولد إنه داويه إنه مارت يكون كذا مانتس حتى حيوان كحقوقيس إلهي أبو تلقى لي سبحانه وتعالى إنه عدايو سادرت يد بإلهي كير وهدى ورحمة ونهنون ونحرس ويا كتاب كان وين إلهي سودتي سبحانه وتعالى نقول الله ذا يستي جل وعلا وضد الصحراء نقولها من نيا نبي أن عليه الصلاة والسلام يا أصحابتي س وعد السلف كله جيده نبي جاءنا عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسو قرآن كان سيدا يقول الضغ مجرين بان وحي يركت المام الدونا إن شاء الله تعالى وقت غير دراد هذا ممنين تي قرآن كان كسو دكتي وقت غير لسو دكتي وحي واركي إني تهي إلهي بان الله وصدر سبحانه وتعالى يا مارتي إلهي جل وعلا إنه كهجو أو كتر بيئيو أو محرستو إلهي جل وعلا أودونيو أسيا درت إذا أمدي قلبي جود أو قال الله قلبي جود أو أتكا إرمي جاها إقلف سنين الجزيرة العرب كنوا رانشرين قرآن كان مركو جسود بجي حالات دو ده دمانت الواب بدري إلى أن أدور طين الجزيرة العرب والقرآن جسود دجو حكمتها كمدة بكمتها هاي
إن تصي عمرها وما أوف فوق أوف قلفسا أوف ميسا أما ما تقول رباديسا إله جل وعلا إنه سوء بدل كري القرآن كان أو نتصد رابي هذا جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى أولي القرآن كان هذا بورك سود جل لهن وحد أرك لهد بورت إذو هقتي أو ضد الله عضي أو ضنبلاتي أو إلهي أبقانستي سبحانه وتعالى بورو وحاويا إلهي بأتص بإحسدانيا جبال أوبي معه سليل سبحانه وتعالى إلى وحول ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى جوابته لكان هذا القرآن هدي دعي لها بوحياله هدي بورها لغو أخرية بورها أي لغاقان هدي ما أرتدولك لغو أخرية أو قوقو دولك أو قوقو عد لبطي هدي لغو أخرية سوكعة هدي دعي لها هو قرآن كان بإله إليه سبحانه وتعالى قرآن قلوب روحة ومارتي تشرك الروحة أو إنسان كأويسية عظمة يوين كإله حسوسية ينعمون كإله ويان قرآن كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كان مركة أخرجت الأخ مغلان ويؤي ترى حبيبك نجا محمد عليه الصلاة والسلام اللي بوشوب ترى صلى الله عليه وسلم وحوسوري يا بخاري مسلم حديث كعبد الله بن مسعود إنه رسولك نجا محمد عليه الصلاة والسلام أو كير عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قال القرآن كي وأخرب رسولك كير عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود نبي صوت تربية صحابتي عليه الصلاة والسلام أيقوا رسولك عليه الصلاة والسلام كبرنا أو تصالينا نبي مركو وحبر يا صحابتي هبكوا استعمالك روحها كمدهات إنه سع عملية أو تقرأ أوبر وصانت المام الدون نبي عليه الصلاة والسلام أسقى يا صفك هراها لقد كان عبد الشدب بدنا تصالوا كن قنشر عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسولك ذا يشون عسن بايد كوك السوغان هل نغطة بوري كيسة هل نغطة بغن كيسة هل نغطة سلاة ديسة هل نغطة صدقة ديسة ودك استبوحوا أهل مثال لقد ضيضه بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام مركاس وحو دون يا صحابة إنه تربية يونبق عليه الصلاة والسلام مركاس وحو كيري عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قرآنك كيقو أخري بكوين عبد الله وحو سويدي سؤال سدابا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقرآنك أساق اللي قسودتي عليه الصلاة والسلام وضدك أو أقوان تبضان الله أو عبسي بضان سدابا قرآنك أو أخرنا يا بقر عبد الله أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله إلهي رسولك يسوم قرآنك أنكو أخرنا يا أذيك أساق اللي قسودتي يا رسولك عليه الصلاة والسلام نبي وحال القرآن كوحال الجسود تي قلب جيسة عليه الصلاة والسلام إلهك مكلف في النبي أو لما جوا تبين أما لما صارين قرآن كإنه رسولك حفظيا عليه الصلاة والسلام سيادتك كلو حفظيا النبي قرآن كقلب جيسة لجوش بي عليه الصلاة والسلام وأنا اللي أفضي إله بأفضي سيدو وقت وهله إنه دعوة دتك جارسيه إلى وحور نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحال لسود جبريل عليه السلام روح الأمين أي لسود قلب جاكر لبسود يا رسولك عليه الصلاة والسلام قرآنك رسولك ما أمرك سورة دربا كسود جرتي إلى علماء أي رادين سورة أنعام وكلا أي رسولك كسود جرتي عليه الصلاة والسلام مركو جبريل أو كتقنا حل حرف مقفين لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحلول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه رسولك والله بلن قاضي مركو جبير قرآن كو أقرنيه أو مقليه مارت قرآن وحو سمين شر النبي قلو إنه مارت كذب أخري وسكدي شر عليه الصلاة والسلام مكاسة لقول عربك أهر دقاتن لا تحرك به بالقرآن وبقراءة القرآن لا تحرك به لسانك عرفك قد قاتل برسولك عليه الصلاة والسلام لقيسو أكلية والغوغ الشبية والغوغ فضينية إن علينا جمعه قرآنك أرور انتيسو أنا واجب نقول تهيب ولا دوش ما دي تهيب ولا إلي سبحانه وتعالى نقول بلن قاضينا وكو حفظنا إن قرآنك قلب بقاء وكو أرورينا مركاك بعد نواب كو عدينينا هم معنيسنا وكو فضينينا قرآنك وحالي لقيسو أم بالي عليه الصلاة والسلام حبيبك القرآن كنوع على جسود دجيء أيه وحوليه عبد الله بن مسعود
ما الرسول كان القرآن كوا آخرنا ياسق ونقصودتي عليه الصلاة والسلام كيف أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله مكاسو رسولك كير إقرأه علي فإني أحب أن أسمعه من غيري رسولك كير وآخر قرآنك عبد الله بن مسعود محايا لوحا تعلها إن عدك لك دقي سوف رسولك لي عليه الصلاة والسلام رسول قرآنك مركي لدقي سنيو قفك ودقي سنيو معناه ذو حوايا عدك لو كمغلي ولبع عبد الله بن مسعود وعطر حون إلهي سيئي أو إتقان إلهي سيئي سبحانه وتعالى مركا قفك لك دقي سنيو قرآنك مركا سهلات بك أغتقيا قلب بقاق ودقيا معاني دي ساد مارة كفة كريسة بابد دي ساد دبالانيسة فهم عصب هي مارت مسائل عصبك أغبحية كتاب كان سياس بالسودة جيئي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب كان إله إليه سبحانه وتعالى كتاب وين بان سودك وسودك إن كتاب أنزلناه إليك كتاب وين نكرة كترتو كتاب لليه أولا الله بشغلين نكرة سي والنكرة هي للعظمة وكتاب آدي آدي وين أيان سودك وسودك إن كتابك وحال لسودك وكتابك ومبارك بإلهي كتاب كاسوا من البركية بركة نحفظ إذا بركة يسوع ويان علمي أو كل عشرة فهم كأولي هاي ذات كاسوا وانفعه قلوب تسود داويه بغن كسيده وحقه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كتاب كنوعا وكراهم مباركة أيام كسود دجنا نبي قال عليه الصلاة والسلام محله سود دجي ليدبروا آياتي آياتك سيود وحان آياتك سيود في رصدان لام توالام العلة علة إنزال القرآن وليتدبروا أي ليتدبر الناس دتكون يوفر سلام آياتك إلهي سبحانه وتعالى هذا القرآن كان لو مركا قفوا كفكروا كتابك إلهي أو نوحه مركا وحا كدرنا يا كتابك إنه هجو أو كوا أنسمه وليتذكر أولو الألباب والنتيجة دي تدبرك وياه دتك أهل عقلك أهل علمك كتابك إلهي أوفر يا أهل إيمانك تتكاسي مركا إلي كوان سمان درادية كتابك نوع عاص وكره وين كبدانو عظمة وين أي عد لغو أخرياه وحيتها عد مارتي أي أصل كوايتها كتابك نو قلب قوة دقاتيو أي إيمان وكرديو وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنات ومعاص مركا إلهي كتابك سلواقه سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم قلبي الكود ويعبصدان ويعبصدان قلبي الكود ومركاس إيمان بالقرآن كورينا إيمان كود أفرق عيا آيات كفرها بدن المعاص إلهي سبحانه وتعالى وكشي تأثير كقرآن كذاتك وتوضتك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كتاب كنوع عاص وكراه قلبك لقريره إنه لا إلي ميان أيا الرسول كنقى عليه الصلاة والسلام أساق وحدون يئنو لقي استوعدك لكم مقلو عليه الصلاة والسلام مؤمنين تنوح على أمر القرآن كنين لقيستان ودكت يورا رعيان في مارتا لقيستان جنيه حتى مركو دغيست القرانك واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران وقرانك دغيسنا يا مركي دغيستين جنيه واي هوكتين وانا هوغان سمع وحويان اسلام كان واي سو غلين مؤمنين ترى مو عاصب الله امر واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا قرانك استمعوا لا لا ما لا ورن مارت فاسمعوا استمعوا استمعوا وان الدكتور رئيس قرانك لا تكون فكرتين ويان اقرأه علي فإني أحب أن أسمعه من غيري يقول أخرب رسولك يرى عليه الصلاة والسلام وحان شعلها يعدك لإن أنك مغلئه عبد الله بن مسعود وحب بالله بإنه نبي قو أخري عليه الصلاة والسلام سورة النساء قرأ عليه سورة النساء مكاسو سورة النساء أيوب بالله بي عبد الله بن مسعود سورة النساء سورة دار آيات كذو ديريهم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع نبينا ودقي سنيا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام سندا سوى سنة مهجورة عنها وسنة لقتقي قرآن كإلا أخريه قف قاريف عن أخريه يقانا داتكنا أي دقي سنة سياس با سندا النبي هذا عليه الصلاة والسلام يا صحابة ديس
قرآن كمرك رسولك نجا عليه الصلاة والسلام ودقي سنة عبد الله بن مسعود نو آخرنا عبد الله بن مسعود آيات دادر بو آخرية إلى أفرتن آيات مركو جاري نبي قلنا أنت ودقي سنة حبيبك نجا محمد عليه الصلاة والسلام أي وحو كويري نبي كويري حسبك الآن أنت كجوجي بك رسول كويري عليه الصلاة والسلام قفك مرك قرآن كلا جوجي سنة وإن حسبك ليرادة صدق الله العظيم إلا يرادة سنة ما وحسبك صدق الله العظيم ومارتي آيات كستة حرف كستة وصدق الله العظيم إله رب الشياء سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا لكن حسبك مناسب وأساس ويان ماشي أتوجب نبي كير عليه الصلاة والسلام مركو نبي مركو عبد الله القرآن كي توجيه وحوير عبد الله فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان رسولك مركان فيريي مركان أياجي مركان دموضي عليه الصلاة والسلام لبيس اللي مارت إلو أيا شب يبور مارت فإذا عيناه لبيس إل أيا تذرفاني أي تذرفاني من الدموع اللي انتردد بيلا شب ميا رسولك وأويي عليه الصلاة والسلام قرآن كي يلغو آخرية وألأويي رسولك ساسبوها وقلبك الإحسان عليه الصلاة والسلام عائشة مكي كشي كيسو قرآن كمركو نبي وآخرنا أيها بينك عليه الصلاة والسلام وحيلها ذه النبي تأستاقي عليه الصلاة والسلام أيه أويي حتى بل لحيته إلى قركي سأوبويي عليه الصلاة والسلام مركاسه انت أويي بسجودي إلى ملكي أوبويي بيتد عليه الصلاة والسلام ماشي وكو سجودي وحبيبك نبي محمد عليه الصلاة والسلام قلبك مؤمن كنا وقلبك أجل عسن وحوي وحلي رضا أبارت ما هم رب الآن أبارت الرنتاه وإندها جمرك أباروبان أي مات اللي مي ويا إله وخشوع ويا سبحانه وتعالى على مضى إله حسوسنا حسوا ويا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وفي إله حسي كل جاسرها لبيس إن دوتنا أي شمين اللي اندراد إلى شمين حبيبك نبي محمد عليه الصلاة والسلام حالتي أسقى سلف مثلا أسقى معلم كيا أسقى مربي عليه الصلاة والسلام أسقى تصالوه ومضوها عليه الصلاة والسلام سأسبوها قرآن قرآن كان رسولك نبي عليه الصلاة والسلام إسكما أوصن شبه تريدين سيدة ما أنت قرآن كأشبه قب 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 يشبتان مصرحين النبي قرآن كان مركو أخينا سحابتي سو قرآن كي أخينا قرآن كسيد إله بأمر ورتل القرآن ترتيلا قرآن ككوكلا دقدق تري عليه الصلاة والسلام ومارت كفكر تري عبد الله حذيفة بن يمان عبد الله بن مسعود رسول كهبانك أسلو الدكانية أي كتابك إلهي أخرنية أي كشي كين تري النبي سدوها عليه الصلاة والسلام قرآن كأخر سكيس مركاس وحي إليه وحي حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه رسولك يا حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام أيا نؤي من هبين أسرع القرآن كأخنا يدكنا مركاس سورة البقرة ورسولك بالله عليه الصلاة والسلام حذيفة بن ما وحوك هذا النبي سيدة القرآن كأفكري أو أخرنا هل رقع ضد بوحوك كذي سورة البقرة هي سورة سورة البقرة سورة النساء سورة آل عمران أيوه رسولك هل فقعد كنت كذي عليه الصلاة والسلام سيدة أبو الشيكة مركو رب قارو أخريي كبعد النساء بوكوحيكي كبدلنا على عمران بوكوحيكي عليه الصلاة والسلام لكن مركو أخرنا كان يقرأ مترسلا أيوه المارت نبي مركو أخرنا يا قرآن عليه الصلاة والسلام وهو أخرنا يا آير بو أخرنا قرآن أو كفكري قرآن أو دوحي قرآن أو مقرانيس فهمي أيها رسولك أقنى عليه الصلاة والسلام وإذا مر بآية فيها تسبيح صبح هذا صومر آية تسبيح للغشة كان يسبح لله عز وجل سبحان الله بورنا عليه الصلاة والسلام وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة كان يسأل الله الجنة هذا صومر آية إلهي تنظر كشة سنظر إلهي ويدي سنة سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك الجنة
هذا صمر رسولك عليه الصلاة والسلام وأخري آيات نار لغو شاقي كان يتعوذ بالله من النار رسولك نار إله كم ينقلي عليه الصلاة والسلام رسولك كم ينقلي هكذا كان يقرأ القرآن ساسبو القرآن كواخنية رسولك عليه الصلاة والسلام هكذا كانت قراءة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مركزه ورسولك عليه الصلاة والسلام مركزه القرآن كغنية كان يسمع من قلبه من صدره أزيز كأزيز المرج البيران أصحاب هذا رسول القرآن كغنية قلبه سوحى لغمقلي هون بالغمقلي سيدا ديري قدبك الله ساري هون كالغمقلو أي حبت كيس لغمقلي عليه الصلاة والسلام سببتا كانتنا وحويا أويتان إيا خشوع عليه الصلاة والسلام آيات قرآن كمدة أيوه هبين إسلتاقي هبين كي دمانت وحقوقة آيات قرآن وكوع العليني عليه الصلاة والسلام أو بوحي أو فرسني رسولك عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عبادك آيات سكوع العليني عليه الصلاة والسلام إلى رسولك وكوعي عليه الصلاة والسلام ويتانكي سووي إلى تبير الله أصدري ويرنا محمد وحو مارتي ويي ويدي مركاس كوي رسولك عليه الصلاه والسلام وحو خصوصتي امديس نحريس وهاي انغا مارته ودرتنا ويي عليه الصلاه والسلام امديس يا رب ويدي سنه الهي نو بدباديو جل وعلا مركاس رسولك لو يري وا كورالي غلينا امداد وا كورالي غلينا نبي غنا وحو يري رالي نبل ماي امديده قف كميد النار انت كجرت حبيبك نجا محمد عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم رسولك أصنع حريص أبدا تريتانك أبدا إلهي نصدر سبحانه وتعالى يا كتابك ونسودتي حبك أصبه النبو كل رقم تري عليه الصلاة والسلام كتابك ما أنت أويتانك مي آيات فرب ضنب إلهي وحد الله المؤمنين مركز القرآن كآخرنا إياه أويان قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان وحلو تلقى القرآن كنو تأثيري وقفك هذه القرآن كالواقرية انت أويان بيستود لدى عيام بولاه إليه سبحانه وتعالى ما أنت القرآن كنا دقاتين ماي قلبك نقصر بورح دقاتين لها أيام ما تنب قلوب تنظر ويكأت كاتين بورح يدقحانت وكأت كاتين خير بني إسرائيل بالي ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك مركز آيات كأركتين وأود على أركتين دي بدأت بقلبك إذا انقل لي قلوبتا إذا انقل شيء فهي كالحجارة أو أشد قصوة قلوبتين رجحانتا وكلين نقدين ما يبرحانتا ويبكقل لي رجحانتا وحان يروح ويوي تصبح صدام إلهي الدكتي اسمه وصوداتا فهي كالحجارة وأشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله رجحان طلب قواس وإلهي الدرتيس بيوه اكتعون الداتان لكن قلبك إنسان مركو قلله قساوة القلب عذر أرق ويا وحل قد ويا وكتابك إلهي سبحانه وتعالى وأساق الله قد تلقى لي إنه قلوب تشرعية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بلاه سبحانه وتعالى ومدام باوحا اللو قد دقي إنو عذرك أقول عقل قساوة القلب يا قلبي قل الكيسة يا قلبي يا إنك إنو ما تكدبتون هذا وحي اللي قد داوين يبا مرك إلهي الشيخ سبحانه وتعالى سببت قلبي قل للسنة هو الشيخ وفضال عليهم الأمد كوحدة قلبي قوضو قللي وحاقود يا راضي وقتك لوانين ياقود يا راضي كتابك إلهي بيسان مغلنين واندي بي مغل وايين سادرت يا روحا اللوبة هيا إن قرآنك قلبي لقود داويه يا أساق مارتي الآخريو لدي يستو كتابك إلهي سبحانه وتعالى هذي قف قلبي قلله وحاويا فاسق بو نغنيا وكثير منهم فاسقون محايا لك ويلك السبع وحي كتيرو لدي داه قلبي فوق هذا ومارتي أنك قاهي وحوي أن نقل كيس سنة وحمانة إياه كل ينال ينضح ما فيه ولذلك وكثير منهم فاسقون فسر هو النتيجة كذا لتي قساوة القلب كذا لتي اعلنوا أن الله يحيي الأرض بعد موتها وحي قال الله تلقى لمركة إنه مات إنه قلوب تنولا
سيد بيه أي نورك أم نولية قرآن كي وحي كتاب كي لا يبقى قروب تزيا شرعية أو قروب تنولية أصدق آيات لو قلت لك لأي وقتك اللي قد داويه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لأنذركم به ومن بلغ قرآن كاسامك الوحي لو قلت لك لأي وقتك اللي داويه رسول قصاص مولا دقمي عليه الصلاة والسلام صحابتي سمر كان وحي الكسوة قادر وحذر كيسا كيف كان يؤثرهم القرآن قرآن كسوة مارتا قلب ود روحي أوراك ويتقي صحابي صحابة النبي كمدة عليه الصلاة والسلام ومطعم الأورنجري أيا وحويا نبي قوي مد عليه الصلاة والسلام صحابي قاسي بو إسلامي صوت وكو إسلامين إيه قرآن كو مغلي جبير بن مطعم يوها نعم جبير بن مطعم أيا رسول قوي مد عليه الصلاة والسلام ما لنتي قزوة بدر أي رسول قوي مد عليه الصلاة والسلام أسرني بدر بردوني أبيس نمارة طيب مضع من النبي أصحاب السمية ونبقوا أو سودة وين شربوا واحد جبير الصحابي قاسي مركو النبي قوي مد وحوا قنية سورة وحوا سورة الطور بو رسولك أقنية عليه الصلاة والسلام مركو سورة الطور دقيستي عبسي يو قلبي قيسة روح الشوء ياك شيء فكاد قلبي أن ينخلع وهو قلبي يكسك تيروري إنه قلبي جي يصافقه إنه صارق ماش كصوبه أيكسك تيروري قلبي جي ما كان القرآن كده جيسي لأن القرآن كإله جل وعلا عدي فهمته لا يستطيع أن يتمالك نفسه أمامه قرآن كهرتيس قفنا نفتيس معي كريه قفوا والروحية قرآن قلبي جي يجلي أصغر إذمن ولذلك ذكي معنيه سفهم يلقي سفهم القرآن كمعارض كقوها وهي أورانشين هذا جيسنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون سكر الأجر وأكان كتير ما شرته القرآن كإسكال قتيرة وهذا جيسنا وهذه والنبي وأخرين كبوغا صارنا نبغى لين هذا ما قشين قلب جينو طاس وجله يا بي أورانشين مارت وسحر بيدي مارت تأثير كأولي هي رات كأولي هي صحابي قاس إساس وقلبي قا إنه فقه وقت هذا أنا مش سواه وإيش شيء كتير وإيش وين يسميه وياه إلى قلبي أو إنه فقان كبقي بيش حبيبي أنا محمد عليه الصلاة والسلام صحابة الأساس وكو تربيه سيقول رقم يان كتاب كإلهي نبي قال عليه الصلاة والسلام وحو سبينك وصحابة القرآن كي أخذ جرين قيام الليل كمرك دكان أيام بوسود جيسين جري وصو فيرين جري وصو كرميري جري عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري وآذ عدق الحونا أيو رسولك صومري حبين حبين هذا كمدة أصو كتابك إلهي أخذ نيا مركاسو نجيستي نبي قلنا عليه الصلاة والسلام مركو نجيستي أو كهل يسوه أخذ نيا أيو الصبح نبي بكويري هذا أركل هذا حالي أنا أقول لك سنية أمرك القرآن كأفنيسي لقد أعطيت مزمارا من مزامير على داود إلهي سبحانه وتعالى وحوك قوك الله ريسي عد آدو وناسا وعدك غير داود وقال نبي الله داود عليه السلام أمرك وقنا أيوه كتابك إلهي أسوه الدجي أمرك وقنا أيوه داود عليه السلام شنبرها يبورها أيام مارة وجوابي ترى الله آخر ترى أمرك وقنا أيوه القرآن والطيرة محشورة كل له أواب إلى سيره سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطير سيلاه جل وعلا مك عطف عن بإلهي سيئ نبي الله داود عليه السلام نبي وحو كوكي سيئ عطك أبو موسى الأشعري إنه عطك نبي الله داود وكال إلهي سيئ أيوك مات مركاس وير عبد أبو موسى أو نبي كويري حتى كو أغان لها إنا دقي سنة يسو لحبرتك تحبيرا أدبان ويبا وسيق الحين لها يبير هذا هو جاينا دقيسين رسولك إلهي عليه الصلاة والسلام أدب أنكوا قصي قرحي الله رسولك عليه الصلاة والسلام صحابة ودقيسين أيها بينك ودقيسين أيه وحاك وحو تجيقر أبو بكر بو مري أصدق القرآن كأخرنا إياه لكن أبو بكر عد أدب ويتام بدن بوها مركو القرآن كبالله وكتابك إلهي بالله أدب ويتر أبو بكر الصديق إلا عائشة يتره إنه رجل أصيف ونعو يتام بدن ويام وقت يوم مكلة جوغي أو إسلامك عدالتك كتيري أيا السيرة وحا اللوريا
إنه أبو بكر الصديق أنت صبحه مال برح هذا يماذو أخرج لي القرآن وأنا أوي تري نطفر بلان باو أرنت أسي كنت أثير يا من هذا وقلت لي أقول لك يستيد أنه لقد القرآن كوي قاني كبعد قريش وضياش قريش الواد دعوودين قرابتي سي يضكي بيود دعوودين وحير هذا عرورت ماذي يضم مركبه مقفس هذه أرد بحاد كتر هذه قريقا قوي أكاو guriga soo intagalo ayo maarta barxad deer yarbo samaystay ee quraanka uu ku akhriyo markaas aad derisku tasoobaxaan oo dumar ku yimaadaan oo caruurtu yimaadaan dhageystaan asagoo oo yahay Abu Bakar Siddiq marka quraanku waa ruuxi jiray qalbigiisa waa la ilmay jiray oo yitaankiisa ma awoodi kareen oo codkiis korona u qaado rasuulku kaleey salaatu salaam waa soo maray habeenkii asagoo quraanka akhriyay laakiin codkiisa hoos u dhigay وكسو تجي النبي وحو وحو تجي عمر وصومر سياسه النبي هو تربيه تربيه المتابعه بالمتابعه ان قفك لا صعود حديثه رسول وحو تجي عمر بن الخطاب او قران كافني لكن لقي لي قران كور واخريا هبنت صغر دحي مركاسو رسولك عليه الصلاه والسلام صبحي مكه ييمادين اي غلي رسولك لا يمت ايو رسولك وحو كيري ابو بكر حالك صومر يا ابو قران كافني codkaagana hoosaad u dhigaysay oo la maqlimayn markaasuu raya rasuul allah laqad asmactu man naatiytu bihi cidaan la faqayay ilaahay rasuulkiisu waan maqalshiiyey buu markaas rabbi baan la faqayay waana maqashiiyey markaasuu ku yiri codkaaga yaraha kor u qaad xoogaa kor u qaad buu ma garanaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida uu qur'aankuba uu kula taliyay ama uu amray ba qur'aanku بين ذلك سبيلا عمر وحكوي لرسولك عليه الصلاة والسلام حالك صومري هذا القرآن كأخنية عدك أنا كربة قريس مركز يا رسول الله كنت أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان إلى رسولك سو الشيطان بان إريي قفتك كتيفنا كيف كك عيني بالمات رسولك وكوي عليه الصلاة والسلام وكوي مركز وكوي رسولك حقا يرى codkaaga hoos u dhig bukuur rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku saas buu ahaa saxaabadiisuna saas bay ahaayeen nabiguna waa mutaabacayn jiray waa maarta soo kor meeri jiray waa ku boorin jiray calayhi salaatu wasalaam inay qur-aanka akhriyaan wuxuu oran jiray nimanka ashcariyiinta la yidhaah meesha ay degaan waan garanayaa lahum fi lleyli dawiyun ka dawiyu naxl habeenkii waxay leeyihiin hubun sida maarta maa shinida hubunkeeda oo kale ay leeyihiin habeenkii أيوه كتاب كإلهي أقرنية جل وعلا من مكة أشعريين تلي رابه سياس بو رسولك كو أماني عليه الصلاة والسلام نصوص تاسي فرحة بضان وحينة سنيسا قابك اللوغو تلقى لي كتاب كإلهي سبحانه وتعالى إنا نغفى إيدي سنه لكن مشكلة باينة حيث ستهدان صومالي النهاي وأنا لك لحق لي كتابك إي أنك مارت وحاوية كتاب إلهي توصنا للحر ابنه ما أودي كرينه إن بدلوا أنا قبل نيسي نقضيسي ما لا فهم كرينه كتاب كي وحو نقضي مدمد بألا كو يقان هذه لو واخر يبقل يطبان يأفر تلو واخر كرات كي أغتق الميسي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يا مؤمنين أيقو قاركو نقضي نقضي عربي أصل كي سنهين لكن ويد دالين ويد برتين علماء كتب تألفتي لغة عربية لما تدعى تنبيه هاي سومالي ده أقول دويت مارت عربت سيبوي إيو إمام البخاري إيو علماء حتى أنترنا أن أنترين كريم لما تدعى تنبيه هاي أصل كتب لكن كتابك إلهي سبحانه وتعالى يدين إسلامك أي وحكة سوامه سنت إن توصوا قاطان وكتابك إلهي أي فهمان جل وعلا سيادرت إذا أنا مشكلة أنا عايز طبعيتها كتابك إلا لقبي يوم وياني كتابك إلهي توصح وما قاعدة كريم لقبضة هي ترجمات دنا ما أهن ريالة ما حقيقة ما وقفك وحكو ترجمي فكرة ده وكو سوء قد بني لغة يسو لغة ما أها ددن كو ددن كما أها ترتيب تو ترتيب ما أها تصد تو تصد ما أها لفظ دنا لفظ ما أها اسمها لها مكرنسة قرآن كقلوب تروح أياهي
وكتاب إلهي سبحانه وتعالى ألفاظ الله أو دورتي ويان جل وعلا وحنو كقب هيا ونأوذي كريناه كتاب كإلهي ستوصى إنا مات ولحرف إيه أن لغدي سيئين قرن لغدي كتاب كألا كسو الدجي لغدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لغدي أبو بكر ويا عمر ويا عثمان لغدي أمد إسلام كإلهي ذهي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وأنت من قوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلهي وعلي يا رسول ما ننذر إلا قلديس لسان كودا يلقديس أودرنا مركا رسول كان عليه الصلاة والسلام لقديس ولقدي النوي يعني. محايا لقوم كي نبقى إيان كمدنا عليه الصلاة والسلام عرورت هلا برو داتكو هبرتين لغدي قرآن ككتاب قال لك سوى ذي سبحانه وتعالى إنسان كل لغدك له أوفر ربنا الله عقب بحياة أيو كدة دالة أصدقوا أدوية يرحم حمال أدوية يرحشين أدوية يحوغي أدوية كمدة ترتير أبرانا إياه سيدا لغدة إنجليش كو كلاعي لغدة هكا لقيدي سنة وضطبع إبرتان كنا دالة لكن معاك كهبون لغدة كتاب إلهي سبحانه وتعالى ما دير يسوع لغة كلينا برضو إنسان كم أنت هاللغة ملا إنسان كوا ثنائي اللغة أو ثلاثي اللغة سدح لغة ضادي لبل لغة ضادي أفر لغة ضادي لكن لغة الكتاب كإلهي لغوين كاسين كم مرة أطاعي ووح ملك ضعوية ووح وعويا خاد وين كأجت تجنيا نلاش وباب وتجيسا حيالك لو أحرية لكن وح وح وحويا وح حرية وترية أنت كلو هذا ما نزال وكتاب كإلهي سبحانه وتعالى إيام راح كذا لنا يا آثار تراث كذا لنا يا بدونش إن جنة الفردوس الأعلى إيو دار السلام إن أتكون قرط أدونس الوية كتاب إلهي سبحانه وتعالى مركا إخواني أن كتاب إلهي سبحانه وتعالى أن ما تكون دلمه كتاب إلهي ما كان أخنا إنه أدابتي سوحة كمدة يا أخلاق ليس إن أن أردنا كتاب كقف والبابا إن أصدق الله سود تجيه ee asaga uu la hadlayo Abdullah wuxuu oran jiray saxaabigu markay yaa ayuhal ladina aamanu aad maqashin ilaahay yuu ku rumeeyo hadan maqashin ilaahay wadahay oranaya oo idii yeeraya isqaw oran la jira maat dhigta raariciya ilaahay adiga uu idin la hadlaya ama wanaag buu idin sheegaya ama xumiba uu maaqta idin ka reebaya waxa kitaabka ilaahay waxa uu saasula dhaqma in adiga uu kula hadlayo كتاب إلهي سبحانه وتعالى خالق السماوات إلهي عرك أبوري دلك أبوري إن أو كره الله شرف بيكوته سبحانه وتعالى نعمة أو كسينا نعمة أبوين ويان نعمة التشريع إنه وضعك وعد إلهي سبحانه وتعالى كتابك إلهي وحلوه بهاي هي حفظك كلي أماء ما أنت وصمارد وكده دارا حفظك وفي عين حفظك وفي عين لكن حفظك وتجدد الكلام مع حفظك معه وتجدد أصل كاهي وفهم كيس صوص عما الماء قاركو تصوماريد وحير هذا قرآن كان حفظيسي تبدأنا هو حماضي واللومي بيرتو القلي وحماضي بير هذا عروت هذا بحوية عن كتاب هذا حفظيسي دي معاني دي سيما بقران اي وتجدد يسمى يقال صوص عما وحكفي عن هالصورة دات ee macnaheeda ذكر kaliya garanay ha saxaabiba hal suuradood buu xifdin jiray halka markuu fahmo waxa weeyaan macnaheedu garan jiray toban aayadood saxaabadu wax yiraahdeen kama aanan gudbi jirin oo aayada kale uma gudbi jirin ilaa aan ka garanno ujeedadooda macnaha ay leedahay xalaasha ay xalaalaynayso xaraanta ay xarimayso waxa inaga reebayso waxa inoo sheegayso ilaa aan ka fahmay ilaa dhammaan طبعا أيضا كما أن جد بتشربين لذلك هذا أركيسا نني يقانا طبعا أيضا طبعا كأيضا نلش سعي بدلين إيه هذا أركيسا ما إيه قف يقانا سورة ظفر بدل لكن حبا يسك بدلين نبي أنا وحى لو ريا الرواية أولي هاي من توع الرئيس مع عرضة كاسو صاري أولي وحى كاسو صاري هود هي سورة لم يدا كاسو صاري نبي قولي عرضة عليه الصلاة والسلام محيي القرآن تأثير راد بو تجي وين بو تجي معنيها تفهم كري نبي جوحة لو فصل على وير سورة هود فاستغن كما أمرت
توس لي لغو أمري وتوس نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا توسيتان كاسي ولع وكقبه عليه الصلاة والسلام أياك مئة وحيالها عرضك كيانا عليه الصلاة والسلام قرآن كمركا الساس وحنقول تلقى لي حرورت مركا مبرينه أسر ككوات وإن يتشدد القرآن قرآن معناه اللي قلت تلقى لي كتاب كمعنيه سبب اللي قلت تلقى لي صحابي با سورة الإخلاص كريئة أي كفلات الليت أنتو أخريه مركاس النبي وكل أي أو كل علين ترى وكل معان سن ترى مركاس النبي قال أوي ألا ويدي رجع الله صعدك هذا تيار مكو سكتة ترى إمام نبوها أي كوي رادين سورة المعلو العلين سا أيضا حكوك في الله أمه ما أرتى إسكدح مركاس سورة أنو كتجي ما يسورة النبي قال أي 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 مرك الله شجع ويدي محوج العلين يا مركاس وكوي إنها صفات الرحمن وإني أحبها سرده فهم من معنى هذا وهو يكون معان سنية الله تلمانه إساء أي سرد أنا كهالله إساء أنا أقول وأن تعلها مركز النبي كير عليه الصلاة والسلام إن حبك إياها يدخلك الجنة تعيرك أروها إساء أي جنادك بين النبي كير عليه الصلاة والسلام مركز مفقوح الشيء تعلان كرا كم معان سن كرا معنى إساء مركز فهمي قرآن كو فهمي سادرات دي دافيرية أو أكفر صدق marka ilaahay ka hadlay kitaabka nabiga soo dadka u gaarsinay ma la dhihin lafdiga wax xifdisinay oo kaliya huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum fi ritriya yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin quraanka marka laga hadlay ilaahay rasuulku soo diray alayhi salaatu wasalaam ذا الأميين أهي رسول صادر وين عليه الصلاة والسلام معوسى من يتلو عليهم آياته إله آياته كتول أخنية نبي عليه الصلاة والسلام ودقي سنة وبرأي وكو أخنية ويزكيهم وحبرأي حق وقمل هيا وتسكين نبي عليه الصلاة والسلام عمل أهان يدقر أهان بوبرأي ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب كي حكمة وبرأي وفصيري تفسير كي الحكمة وصنة دي القرآن كشرح يسي ويا إلهي وحنا ويدسينا سبحانه وتعالى توفذنا ونوافقه كتاب كيسنا إلهي نوع أنفعه إيمانك يا سلام ترى إلهي نوحه سبحانه وتعالى إلهي جل وعلا هنقدر نقول القرآن ككفايد يست شيخ ويميت معرتي وأنا إن شاء الله تعالى سجد يسيك يسيس عتيدنا سيف عمود جيست بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله